ازيكم شباب؟ هنكمل الكلام ان شاء الله برضه عن الجزء بتاع الفانكشنز اللي كنا بدأناه قبل كده. اخر حاجه كنا اتكلمنا عنها كنا اتكلمنا عن الاكسبوننشال فانكشن واللوجاريتمك فانكشن اللي هي الدوال الاسيه والدوال اللوغاريتميه. عرفنا ان الدوال الاسيه الداله على عكسها بتاعتها اللي هي الدوال اللوغاريتميه، تمام؟ النهارده هنتكلم عن نوع جديد من انواع الفانكشنز. عندنا حاجه اسمها الهايبربوليك فانكشن، ماشي؟ ايه الهايبربوليك فانكشنز دي؟ الهايبربوليك فانكشنز اللي هي بالعربي اسمها الدوال الزائديه، قال لك دي حاجه ماشي بتقع على المنحنى بتاع حاجه اسمها الهايبربوليك. يعني مثلا كمثال عندنا كان عندنا تريجونومتريك فانكشنز، لما كنت ارسم لك دايره بالمنظر ده كده ماشي واديك احداثيات اي نقطه على الدايره دي كده، اي نقطه هنا كده، كنت ممكن تقول ان احداثيات النقطه ديت هي عباره عن اكس وواي، او كان ممكن تقول ان احداثيات النقطه ديت تبقى عباره عن كوزين اكس وساين اكس، تمام؟ يبقى عندي الهايبربوليك فانكشن التريجونومتريك فانكشنز كانت بتتعرف على منحنى الدايره، تمام؟ طيب تعالى بقى للهايبربوليك فانكشنز، نشوف الهايبربوليك فانكشنز بتتعرف على ايه. قال لك الهايبربوليك فانكشنز بتتعرف على منحنى حاجه بالمنظر ده كده، ماشي؟ منحنى بالمنظر ده كده، ده كده بنسميه الهايبربولا، تمام؟ قال لك اي نقطه هنا كده، اي نقطه هنا كده، اي نقطه تقع على الهايبربولا ده بنسمي بنعرفها بحاجه زي كده، لان الاحداثيات بتاعتها بتبقى حاجه اسمها كوشاين اكس وشاين اكس. يبقى هعرف ان ايه الدوال الزائديه ديت اللي هي الهايبربوليك فانكشن، هم عباره عن ست دوال ماشي بيقعوا على المنحنى بتاع الهايبربوليك. حلو قوي. الست دوال دولت هم زيهم زي التريجونومتريك فانكشنز، الست دوال بتاع التريجونومتريك فانكشنز، بس فيهم اختلاف بسيط جدا. يعني ايه؟ يعني ايه الست دوال اللي موجودين عندي دولت؟ قال لك ست دوال هم عباره عن كوشاين، شاين ماشي، بعدين عندي تانش، وبعدين بقى نيجي للمقلوبات بتاعتهم. واحد على كوشاين هتبقى السش، واحد على الشاين هتبقى كوسش، وواحد على التانش هتبقى الكوتانش، تمام؟ يبقى هم دولت كده ايه الست دوال الزائديه اللي موجودين عندي. طيب حلو قوي. الدوال الزائديه ديت قال لك بعرف الدوال الزائديه ديت عن طريق الدوال الاسيه. يعني ايه؟ يعني قال لك الكوشاين اكس عندي، لما اقول لك كوشاين اكس ماشي، قال لك الكوشين اكس عندي ممكن اعرفها باستخدام الدوال الاسيه. يعني ايه؟ قال لك الكوشين اكس عندي بتساوي اي اس اكس زائد اي اس ماينس اكس على الاثنين، ماشي؟ طيب والشين اكس، قال لك الشين اكس بتساوي اي اس اكس برضو، وهنا اي اس ماينس اكس على الاثنين، بس الاشاره اللي في النص ده تبقى سالب. فالكوشين اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس على الاثنين، الشين اي اس اكس ماينس اي اس سالب اكس على الاثنين. طيب التانش اكس تبقى ايه؟ تانش اكس قال لك اللي هي هتبقى شاين على كوشاين، شاين اكس على كوشاين اكس، اللي هي هتطلع بتساوي ايه؟ اللي هي قال لك هتطلع بتساوي اي اس اكس ماينس اي اس سالب اكس على اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس. طب عاوز اجيب السش، خلاص عرفت اجيبها ازاي؟ مقلوب ده الكوسش، مقلوب ده الكوتانش، مقلوب ده، وهكذا، تمام؟ طيب حلو قوي. تعالى بقى ايه لشويه قوانين كده في الهايبربوليك فانكشنز. احنا عندنا في الدوال المثلثيه عندي حاجه اسمها العلاقات المثلثيه، تريجونومتريك ريليشنز، تمام؟ اللي هي مثلا كوزين تربيع زائد سين تربيع بتساوي واحد، وهكذا. قال لك في الهايبربوليك فانكشنز انت هتاخد نفس القوانين بتاعت التريجونومتريك فانكشنز، نفس قوانين الدوال المثلثيه، بس هنعمل عليه اختلاف صغير جدا. قال لك ايه الاختلاف ده؟ قال لك الاختلاف ده هو عباره عن ان انت بتغير اشاره جميع الدوال ما عدا الكوزين والسك. يعني ايه؟ يعني انا لما مثلا كان عندي قانون بيقول لي كوزين تربيع سيتا، كوزين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس بيساوي واحد، ماشي؟ ده كده قانون دوال مثلثيه. انا عاوز احول القانون ده كده، احوله بحيث ان هو يبقى قانون للدوال الزائديه. حلو. الكوزين دي هتحولها تبقى كوشاين، تبقى كوشاين تربيع اهي. هل اشارتها هتتغير؟ قال لك لا، الكوشاين والسش اشارتهم ما تتغيرش، يفضلوا زي ما هو. حلو قوي. طب الساين ديت عاوزها تبقى، احولها لداله زائديه هتبقى شاين تربيع اهي اكس، الكلام ده كله بيساوي واحد. الشاين اشارته تتغير، قال لك يبقى تحط لي هنا بقى سالب. يبقى انا هنا كان عندي قانون بيقول لي كوزين تربيع زائد سين تربيع بيساوي واحد، هنا كوشاين تربيع ماينس شاين تربيع بيساوي واحد. طيب تعالى لي للقانون الثاني. القانون الثاني عندي كان بيقول لي واحد زائد تان تربيع سيتا، تان تربيع اكس بيساوي سك تربيع اكس. تعالى نحول القانون ده كده ان هو يبقى قانون زائد. الواحد زي ما هي، تان هتبقى تانش تربيع اكس. الاشاره ديت التان اشارتها تتغير، اي حاجه ما عدا الكوزين والسك تتغير اشاره، الكلام ده هيساوي السك تبقى سيش تربيع اكس، وهكذا. اشارتها تتغير؟ لا، تفضل زي ما هي. طيب القانون اللي بعد كده بيقول لك واحد زائد كوتان تربيع اكس هيطلع معايا بيساوي كوسك تربيع اكس. حلو قوي. تعالى بقى نحول.
الواحد زي ما هي الكوتانت تربيع هتبقى كوتانش تربيع واشارتها تتغير، الكلام ده هيساوي الكوسيك هتبقى كوسيش تربيع اكس واشاره تتغير ما انساش وهكذا. تمام، كل القوانين بقى ايه اعرف اكملها بالمنظر ده. الساين 2 اكس هتبقى 2 ساين اكس كوساين اكس، هحولها تبقى 2 ساين اكس كوساين اكس وهكذا، والاشاره تتغير. طيب الكوساين كوساين 2 اكس هتبقى كوساين تربيع اكس ماينس ساين تربيع اكس، احولها تبقى كوساين تربيع اكس زائد بقى ساين تربيع اكس، ان الساين ايه اشارتها هتتغير وهكذا. تمام، فكل قوانين الدوال المثلثيه اعرف ان انا احولها اخليها قوانين دوال زائديه، بس الفرق ان انا ايه بغير في الاشارات. الحاجه اللي ممكن ما اعرفش ان انا اغيرها لما كنت اقول لك ساين اكس هي نفسها كوساين باي على الاثنين ماينس اكس، قال لك القانون ده ما بيتغيرش لان ايه في الدوال الزائديه عندي اصلا مفيش باي على الاثنين، فبالتالي القانون ده هو يمكن إيه؟ القانون الوحيد اللي في الدوال المثلثيه اللي ما ينفعش ان انا احوله ايه لقانون دوال زائديه. طيب حلو قوي، عندي بقى قانونين مهمين جدا بنسميهم اديشنال رولز، اصلا قانونين مهمين جدا بنعرفهم، اللي هو ايه القانون ده بيقول لك ايه، القانونين دول بيقول لك كوشاين اكس زائد شاين اكس ماشي هيساوي حاجه، والقانون الثاني عندي اللي هو كوشاين اكس ماينس شاين اكس بتساوي حاجه. كوشين اكس زائد شين اكس قال لك بيطلع معايا بيساوي اي اس اكس، كوشين اكس ماينس شين اكس بيطلع معايا بيساوي اي اس سالب اكس. ركز معايا بقى في حاجه مهمه جدا، اي اس سالب اكس ديت هي عباره عن داله اسيه، احنا واخدين قبل كده وقايلين ان الداله الاسيه دايما دايما بتبقى قيمتها موجبه، اه يعني الداله الاسيه ديت دايما الناتج بتاعها موجب، ماليش دعوه بقى بالاس بتاعها موجب ولا سالب، دايما الناتج الداله الاسيه بيطلع موجب. اه يبقى انا كده لما اقول لك كوشين ماينس شين هيطلع لي حاجه موجبه، يبقى انا كده بعرفك بقول لك ان الكوشين اكبر من الشين، فدايما كده كوشين الحاجه تلاقيها اكبر من شين نفس الحاجه، لما اقول لك كوشين مثلا اي حاجه هي اكبر من ايه من شين الحاجه دي. طيب تعالى بقى ايه نرسم الدوال ديت ونشوف رسمتها تبقى عامله ازاي. قال لك اول حاجه رسمه الكوشين بتاعتي، رسمه الكوشين عندي ماشي، قال لك هتلاقيها قريبه جدا من رسمه ده اللي احنا نعرفه، رسمه الكوشين قال لك هتلاقيها عامله بالمنظر ده كده، وهنا عند النقطه ديت اللي هي الواحد ماشي. طيب تعالى رسمه الشين، رسمه الشين بتاعتي قال لك هتلاقيها عامله كده. اه رسمه الكوشين ديت عباره عامله زي رسمه الاكس تربيع، بس ايه معمول لها شيفت لفوق كده ايه مسافه واحد. تمام، طيب دي بتاعت الكوشين اكس ودي بتاعت الشين اكس. طيب حلو جدا، تعالى بقى نطلع ايه الخواص بتاعت ايه الرسومات ديت. الرسمه ديت لما تيجي تبص كده للمنحنى ده كده تقول لي هو ايفن ولا اود ولا جنرال، لما اجي ابص كده هلاقي فيه انعكاس على محور اكس، انعكاس على محور واي، سيمتريك او لين واي اكسس، يبقى تقول لي ديت ايفن فانكشن. حلو قوي، تعالى هات لي كوشين زيرو، كوشين 0 لما اعوض عن الاكس ب 0 لما اعوض عن الاكس ب 0 تطلع لي بواحد، يبقى كوشين 0 بيساوي 1. حلو قوي، هات لي الدومين، الدومين بتاعي قال لك من سالب ما لا نهايه لحد موجب ما لا نهايه، كل القيم دي تنفع اعوض بيها، يبقى الدومين بتاعي يساوي ار. حلو قوي، هات لي الرينج بقى، الرينج الرينج قال لك من فين، طول ما انا طالع كده هنا مفيش اي قيم، مفيش اي قيم، مفيش اي قيم لحد ايه لحد ما اوصل للواحد، يبقى من الواحد مقفوله لحد ما لا نهايه مفتوحه، كده جبت الحاجات اللي انا عاوزها. طيب حلو قوي، تعالى لي بقى عند الشاين، لما اجي ابص كده هل في سيمتريك اباوت واي اكسس، مفيش، لما اجي ابص كده هلاقي في سيمتريك اباوت الاوريجين بوينت، في تماس حول نقطة الاصل، اه يبقى دي هتعرف انها ايه اود فانكشن. حلو قوي، شاين 0 لما اقعد على الاكس ب 0 هيطلع معايا ان هو بيساوي 0. حلو قوي، الدومين بتاعي هلاقي ان هو بيساوي ار، كل قيم اكس ينفع اعوض بيها. طب الرينج برضو قال لك الرينج بتاعك هيطلع معايا بيساوي ايه، بيساوي ار كلها. تمام، طيب جميل قوي الكلام ده كله، تعالى للرسمه الثالثه اللي عندي، الداله الثالثه اللي عندي اللي انا عاوز اشوفها، الداله الثالثه اللي عندي اللي انا عاوز اشوفها قال لك التانش اكس. تانش اكس قال لك احنا طلعناها انها بتساوي اي اس اكس ماينس اي اس سالب اكس على اي اس اكس زائد اي اس سالب اكس. في التانش بقى هيظهر عندي حاجه مختلفه شويه محتاج ان انا اعملها، محتاج في التانش ديت ان انا اعمل حدود للرسمه، محتاج احدد حدود الرسمه اللي هتترسم فيها الرسمه ديت. ليه؟ تعال نشوف الكلام ده شويه. احنا عشان نجيب حدود الرسمه ديت قال لك هتضرب لي مره في اي اس اكس على اي اس اكس، وهتضرب لي مره في اي اس ماينس اكس على اي اس ماينس اكس، وتشوف لي الناتج هيطلع هنا بيساوي ايه والناتج هنا هيطلع بيساوي ايه. حلو، طيب لما اجي اضرب في اي اس اكس على اي اس اكس هيطلع معايا اي اس اكس لما تتضرب هنا تتضرب فوق كده، اي اس اكس في اي اس اكس عباره عن اي اس 2 اكس، والاشاره دي تنزل زي ما هي، اي اس اكس في اي اس ماينس اكس تلاقيها بيطلع معايا بواحد، يبقى دي هنا سالب ناقص واحد على اي اس اكس في اي اس اكس تطلع اي اس 2 اكس، واي اس اكس في اي اس سالب اكس يبقى كده زائد واحد. حلو قوي، تعالى بقى اضرب لي هنا ده اي اس اكس في اي اس سالب اكس في اي اس اكس هيطلع معايا بيساوي واحد، و اي اس سالب اكس في اي اس سالب اكس يبقى دي ماينس اي اس ماينس 2 اكس على لما اضرب هنا هيطلع بواحد وزائد اي اس ماينس 2 اكس. حلو قوي، جميل قوي الكلام ده. طيب قال لك هنا في ديت ماشي عشان نجيب حدود الرسمه، قال لك حط لي الاكس هنا لما الاكس تروح لسالب ما لا نهايه،
لما الاكس هنا تروح لايه؟ تروح لسالب ما لا نهايه. لما الاكس تروح لسالب ما لا نهايه يعني كاني هعوض هنا عن الاكس بسالب ما لا نهايه. اي اس سالب ما لا نهايه من رسمه الاي افتكر اي اس سالب ما لا نهايه هي كانت بتطلع بصفر، يبقى الكلام ده هيساوي 0 ماينس 1 على 0 بلس 1. ماينس 1 على 1 اللي هي تطلع معايا بتساوي ماينس 1. يعني لما الاكس بسالب ما لا نهايه ماشي، ناتج الرسمه ديت ناتج التانش هيطلع معايا بيساوي كام؟ بيساوي سالب 1. طيب تعالى هنا قال لك عوض لي لما الاكس تروح لما لا نهايه ماشي، لما الاكس تروح لما لا نهايه هيطلع الكلام ده بيساوي 1 ماينس اي اس سالب ما لا نهايه اللي هي 0 على 1 زائد 0 اللي هو الكلام ده هيطلع معايا بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت حدود الرسمه بتاعتي، عرفت ان لما الاكس تروح لما لا نهايه الرسمه دي هتروح لواحد، ولما الاكس تروح لسالب ما لا نهايه الرسمه دي هتطلع معايا بتروح لايه؟ لسالب، بيطلع معايا بسالب سالب 1. تمام؟ طيب يبقى انا عرفت من حاجه زي كده ان انا هيبقى عندي حاجه اسمها خطوط تقارب اللي هو اهي كده عند الواحد، وخط تقارب تاني تحت هنا كده عند السالب 1. ده معناه ان الرسمه عمرها ما توصل للواحد وعمرها ما توصل لسالب 1. طيب شكل المنحنى هيبقى عامل ازاي؟ شكل المنحنى هيبقى عامل كده. المنحنى ده بيفكرني بايه؟ المنحنى ده كان بيفكرني بالمنحنى بتاع التان انفرس، كان هو هو نفسه بالشكل ده كده بس مع اختلاف طبعا ايه؟ الحدود بتاعته. طيب تعالى طلع لي بقى الخواص بتاعت الداله دي. لما اجي ابص كده هلاقي في سيمتريك اباوت الاوريجين بوينت، في تماسح للنقطه الاصل، تبقى ديت اود فانكشن. حلو قوي. تانش 0 بكام؟ تانش 0 قال لك هيطلع ب 0. الدومين بتاعي هيطلع بكام؟ قال لك كله بتاعي اكس ينفع تعوض بيه يبقى ار كلها. طب الرينج بتاعي؟ الرينج بتاعي قال لك من سالب 1 بس مفتوحه لانها مش معايا لحد الواحد وبرده مفتوحه لانها ايه؟ مش داخله معايا. تمام؟ طيب حلو قوي الكلام ده كله. كده عرفنا الرسومات اللي احنا المفروض منها ان احنا نعرفها. ايه بقى الحاجه الثالثه اللي بعد كده محتاجين نعرفها؟ قال لك يجي في مسائل يديني واحده من الهايبربوليك فانكشنز داله زائديه واحده ويطلب مني ان انا اجيب له الدوال الباقيه قيمتها بتساوي كام؟ مثلا يعني كمثال يقول لك شاين اكس مثلا كده مثال بتساوي نص، ويطلب منك يقول لك هات لي الكوشاين وهات لي التانش هيطلع بيساوي كام؟ طيب ما عنديش اي مشكله، ممكن اجي كده عندي سكتين للحل. اول سكه اللي هي باستخدام القوانين، اللي هو ايه القوانين؟ اللي هو انا مثلا اقول لك كوشاين تربيع اكس ماينس شاين تربيع اكس بتساوي 1، يبقى كوشاين تربيع اكس ماينس لما دي تتربع يبقى دي ناقص ربع بتساوي 1، يبقى هلاقي الكوشاين في الاخر هتطلع معايا بتساوي جذر 5 على 2. اعرف بقى اجيب التان ولا التانش ولا ما اعرفش؟ اعرف اجيب التانش على طول، سهله جدا. طيب السكه الثانيه اللي كانت موجوده عندي ماشي، او في الدوال المثلثيه لما كان بيجي لي حاجه زي كده في الدوال المثلثيه كنت ايه اسهل حاجه اجيب بيها باقي الدوال اللي هي المثلث، ارسم مثلث قائم واجيب من عليه. قال لك في الدوال الزائديه بنرسم حاجه اسمها هايبربوليك ترانجل. هايبربوليك ترانجل ايه الهايبربوليك ترانجل ده؟ الهايبربوليك ترانجل ده قال لك هو عباره عن مثلث قائم كده ماشي، وادي الزاويه اكس بتاعتي عادي جدا، والشاين اهي 1 على 2 ماشي. بس ايه بقى الفرق بقى الموجود عندي؟ قال لك الفرق الموجود عندي ان دايما كان عندي في الضلع في المثلث العادي، مثلث الرايت انجل ترانجل العادي، كان الضلع ده الوتر ده اللي هو الهايبوتنس ده بيساوي ده تربيع زائد ده تربيع. قال لك لا، في الهايبربوليك ترانجل الضلع الكبير بيبقى هو المجاور ده، المجاور ده كده بيبقى هو الضلع الكبير، فبنتقل عليه بالمنظر ده كده عشان افرق الهايبربوليك ترانجل عن الترانجل العادي. فالضلع ده كده بيبقى بيساوي جذر ده تربيع زائد ده تربيع، يبقى جذر 4 زائد 1 اللي هو يبقى جذر 5. وبعدين قال لك هات لي بقى اللي انت عاوزه من المثلث، عاوز الكوشاين قول لي المجاور على الوتر، يبقى الكوشاين هيساوي جذر 5 على 2. عاوز التانش، التانش خلاص المقابل على المجاور اللي هو يبقى 1 على جذر 5. تمام؟ فهنا نركز ان المجاور ده بيبقى هو الايه؟ الضلع الكبير، مش الوتر هو الضلع الكبير بتاعي. تمام؟ طيب كمثال برضو يديني حاجه زي كده. لما يجي مثلا يديني يقول لي تانش اكس بتساوي سالب نص، ويطلب مني اجيب له الكوشين والشين. طيب تعالى نجيبها بقى بالمثلث على طول، ادي المثلث بتاعه اهو، ادي الاكس واتقل على ده كده اهو، والتانش عندي بتساوي ادي الواحد ماشي وادي الاثنين ماشي. طيب وده هيطلع بيساوي كام؟ ده هيطلع بيساوي الجذر ده ماينس جذر ده تربيع ماينس ده تربيع، يبقى جذر 4 ناقص 1 اللي هو هتبقى جذر 3. حلو؟ ركز معايا كويس جدا ان انا لما باجي ارسم المثلث ما باخدش معايا اعتبار ايه؟ الاشاره اللي موجوده هنا ديت، الاشاره اللي موجوده ديت ما باخدهاش معايا خالص. تمام؟ اركن بقى الاشاره خالص كده لحد ما نجيب الحاجات اللي احنا عاوزينها، وبعدين نشوف ايه الاشارات اللي هنحطها. قال لك تعالى حط لي الشاين بقى، هات لي الشاين اكس كده، الشاين هيطلع بيساوي المقابل على المجاور اللي هو 1 على جذر 3. طب والكوشاين؟ كوشاين اكس قال لك المجاور على الوتر اللي هو هيبقى 2 على جذر 3. حلو قوي، تعالى بقى نحط الاشارات. قال لك في الاشارات من رسمه الكوشاين، لما رسمنا رسمه الكوشاين كانت رسمه الكوشاين كلها في الجزء الموجب فوق كلها، يعني الكوشين عمره ما يطلع بناتج سالب.
يبقى انا كده لما تلاقي سالب كده موجود في التانش تعرف على طول ان السالب ده جاي بسبب ايه؟ السالب ده جاي بسبب الشاين، يبقى الشاين تحت له سالب. هل ينفع الكوشين يطلع بناتج سالب؟ مستحيل. الكوشين دايما الناتج بتاعه ايه؟ موجب واكبر من الواحد، ما ينفعش يطلع ايه سالب او اقل من الواحد. تمام؟ طيب يبقى دايما تعرف ليه ان التانش والشاين، التانش والشاين بياخدوا الاثنين ايه؟ نفس الاشاره، كانت التانش سالب يبقى ايه تعرف ان ايه؟ الشاين سالب. حلو قوي. طيب تعالى بقى للحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه يقول لك مثلا يديك كوشين اكس بتساوي 3 على 2. يقول لك هات لي الشاين وهات لي التانش، نفس الكلام. تعالى نرسم مثلث، ادي مثلث اهو، ادي الاكس وادي الضلع ده هو المجاور، ماشي، والشاين كان بيساوي 3 على 2، يبقى الضلع ده هيساوي جذر ده تربيع ناقص ده تربيع، يبقى جذر 9 ناقص 4 اللي هو يبقى جذر 5. حلو قوي. وبعدين هات لي الشاين اكس، الشاين هتساوي كام؟ جذر 5 على 2 اهي، ادي جذر 5 على 2. والتانش، التانش هتساوي ايه؟ التانش هتساوي المقابل على المجاور اللي هو يبقى جذر 5 على 3. اه بس ركز معايا في حاجه مهمه جدا. تعال كده نشوف رسمه الكوشين، رسمه الكوشين كانت عامله كده. اه يعني انا لما اقول لك الكوشين اكس كانت بتساوي اي حاجه معينه، عندي هنا القيمه ديت وعندي القيمه دي. الاكس اهي ممكن تطلع موجب ممكن تطلع سالب، يعني لو الاكس هنا في الجزء الموجب هيطلع لي الناتج ده، ولو الاكس سالب هيطلع لي برضه نفس الناتج ده. اه يبقى تركز معايا كويس جدا ان انا لما اديك الكوشين، لما اديك قيمه الكوشين تركز معايا كويس جدا ان الناتج بتاع الشاين او التانش اللي انت هتطلعه لازم تقول لي موجب او سالب الناتج ده، موجب او سالب كده، موجب او سالب. اما في حاله التانش والشاين لا، ما كنتش تحط موجب او سالب، كنت على حسب ايه الموجب عندك. اما في حاله ان انا اديك قيمه الكوشين واطلب منك تجيب لي قيمه الشاين او التانش، تحط لي ايه؟ ما تنساش ان انت تحط لي ايه؟ موجب او سالب. طيب هنشوف حاجه كمان. الحاجه اللي بعد كده عندنا حاجه اسمها سمبليكيشن اوف هايبربوليك فانكشنز. يعني دي حاجه بالمنظر ده كده، يقول لك تانش 2 لين اكس، يقول لك سمبليفاي الشكل ده، بسط لي الشكل ده. طب لما يقول لك سمبليفاي كده تروح انت تعمل ايه؟ تروح تفك لي الشكل ده بالقانون اللي هو ايه؟ القانون بتاعي بتاع التانش كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي اي اس الحاجه اللي موجوده جوه هنا، اي اس اللي موجود هنا ماليش دعوه ايه اللي موجود هنا. هتقول لي اي اس 2 لين اكس اهي ماينس اي اس ماينس اللي موجود هنا، ادي 2 لين اكس برضه، على اي اس اللي موجود ادي 2 لين اكس زائد اي اس ماينس 2 لين اكس. حلو قوي. وبعدين الاثنين ديت ممكن تطلع فوق هنا هتبقى اكس تربيع، والاثنين دي تطلع فوق هنا تبقى اكس تربيع، والاثنين دي تطلع هنا والاثنين دي تطلع هنا، يبقى الاي هتضيع اللين، يفضل لي هنا اكس تربيع، وهنا السالب 2 دي هتطلع فوق يبقى دي يفضل لي اكس اس سالب 2 على اكس تربيع زائد اكس اس سالب 2. اه انا ما بحبش الاس السالب ده، عشان اضيع الاس السالب ده محتاج اعمل ايه؟ اضرب فوق وتحت في اكس تربيع. لما اضرب فوق وتحت في اكس تربيع هلاقي الشكل ده يطلع معايا كده. لما اضرب هنا في اكس تربيع، اكس تربيع في اكس تربيع تبقى اكس اس 4 ماينس، لما اضرب هنا في اكس تربيع هتروح مع ديت يفضل لي هنا 1 على، لما اضرب في اكس تربيع هنا يبقى يفضل لي اكس اس 4 زائد، لما اضرب هنا في اكس تربيع يفضل لي 1. يبقى ده ايه ابسط شكل ممكن اوصل له ايه الصوره دي. تمام؟ طيب تعالى يجي لي يقول لي ايه؟ يقول لي مثلا يطلب مني ان انا اعمل سولف الايكويشن دي، يديني ايكويشن زي كده يقول لي تانش 2 لين اكس بتساوي مثلا نص، ويطلب مني ان انا احل الايكويشن دي. اه عشان احل الايكويشن ديت اول حاجه اعملها محتاج ان انا اروح ابسط الايكويشن، فانا لسه مبسطها اصلا موصلها للشكل ده، فخلاص هقول له ادي اكس اس 4 ماينس 1 على اكس اس 4 زائد 1 بتساوي نص. تمام؟ طيب وبعدين اروح بقى ايه ابسط الشكل ده، اضرب هنا واضرب هنا، هيطلع لي معايا ايه في الاخر؟ لما احل الشكل ده كده شويه هيطلع معايا ان اكس اس 4 بتساوي 3. يبقى الاكس لوحدها هتطلع معايا بتساوي موجب او سالب الجذر الرابع ل 3. حلو قوي، انا وصلت للشكل ده كده. محتاج بقى اشوف لما توصل للناتج ده تقول لي الاكس طلعت بتساوي كذا، محتاج ان انت تاخد الرقم اللي انت طلعته ده وتشوف هل ينفع اصلا اعوض بيه هنا ولا ما ينفعش؟ هل ينفع اعوض جوه اللين برقم سالب؟ احنا قلنا ما ينفعش الكلام ده. ناتج اللين دايما لازم اللي اعوض بيه جوه اللين دايما يكون رقم موجب، فما ينفعش اعوض باللين جوه اللين برقم سالب، يبقى بالتالي السالب ده ايه؟ هرفضه، السالب ده الاجابه سالب ايه؟ هتترفض، وهاخد الجزء الموجب بس هو اللي هينفع معايا. تمام؟ طيب تعال نشوف حاجه زي كده. يقول لك مثلا كوشاين لين اكس بتساوي شاين لين اكس على 2 زائد 7 على 4، ويقول لك ايه؟ سولف الايكويشن دي. طيب عشان سولف الايكويشن دي هروح اعمل ايه؟ لما يقول لك سولف ايكويشن على طول تعرف ان انت تروح تفكها بايه؟ بالاي. يبقى تقول لي هنا اي اس لين اكس زائد اي اس ماينس لين اكس على 2 بتساوي اي اس لين اكس على 2 ماشي ماينس اي اس ماينس لين اكس على 2 هنا على 2 زائد 7 على 4 ماشي. تعال نشوف الاي هتضيع اللين يفضل لي هنا، والاثنين دي تروح مع الاثنين دي هنا يفضل لي 2 ماشي، يبقى اي هنا يفضل لي اكس، وهنا يفضل لي بلس اكس اس 1 على اكس ماشي، هنا هيفضل لي ايكوال اكس على 2 ماشي، وهنا يفضل لي ماينس 2 على اكس، هقلب بقى زائد 7 على 4. حلو قوي. وبعدين زائد 7 على 2 معلش، عاوز اضيع المقامات اللي موجوده هنا، يبقى هعمل ايه؟ هضرب في 2 اكس مره واحده.
لما اضرب في 2 اكس هلاقي ان الشكل ده، لما اضرب هنا في 2 اكس يبقى هنا عندي 2 اكس تربيع هنا زائد 2، الكلام ده هيطلع معايا بيساوي اكس تربيع ماينس 4 زائد 7 اكس. لما تضرب كده واحده واحده هنا المعادله دي كده تضربها في 2 اكس يظهر معاك الشكل ده كده. لما اقعد ابسطه شويه يفضل لي اكس تربيع ماينس 7 اكس زائد 6 بتساوي صفر. افك الشكل ده كده اعمله بالتحليل هيطلع معايا اكس ماينس 6 واكس ماينس 1 دول بيساوي صفر. يبقى الاكس معايا تطلع بتساوي 6 والاكس تطلع معايا بتساوي 1. ارجع بقى اشوف الواحد والست دول هل ينفع اقعد بيهم هنا ولا ما ينفعش. لما اجي اقعد هنا لان الاكس بواحد تنفع، اقعد على الاكس ب 6 تنفع، اجي اقعد هنا على الاكس بواحد هلاقيها تنفع، اقعد على الاكس ب 6 هلاقيها برضه ايه تنفع. يبقى انا كده اتاكدت ان ايه الناتجين ينفعوا معايا، يبقى انا كده ايه الناتج ماشي مظبوط والكلام ده ايه صح كده تمام. كده الفيديو ده يكون خلص. كالعاده الفيسبوك والواتساب موجودين في الديسكربشن، لو حد محتاج اي حاجه يكلمني في اي وقت. توفيق ان شاء الله، ربنا معاكم.